أنا طلاب نبدأ وياكم اليوم إن شاء الله المحاضرة اللي هي الأنالوج فلتر ديزاين. طبعا الأنالوج فلتر ديزاين هو صراحة هو مو موضوعنا بالديجيتال سيجنال بروسيسنج، يعني إحنا الديجيتال سيجنال بروسيسنج اللي يهمنا هو الديجيتال فلتر، لكن حتى نصمم الديجيتال فلتر نحتاج الانالوج فلتر بالتحويل، وهاي شلون التحويل راح نشوفها خلال المحاضرات القادمة. لذلك محاضرتنا لهذا اليوم، وان شاء الله احتمال على المحاضرة اللي بعدها حسب نشوف اللحق او لا، هو راح نتناول الانالوج فلتر ديزاين. الانالوج فلتر ديزاين قلنا هو اساس الديجيتال فلتر. شلون راح نحول من الانالوج للديجيتال؟ هاي ان شاء الله راح نشوفها محاضرات اخرى من ناخذ موضوع الديجيتال فلتر. لذلك اتمنى انه تكون تنتبهون للانواع الفلاتر، لان راح تشوفون ناخذ هواي انواع من الفلاتر خاصة الديجيتال فلتر. فالمحاضرة مال اليوم والمحاضرة المقبلة هي تخص فقط الانالوج فلتر ديزاين، واللي هو مهم جدا لأن على أساسه يعتمد الديجيتال فلتر. هنا نشوف إنه الديجيتال فلتر نقدر نحصل عليه باستخدام الترانسفورميشن على الأنالوج فلتر. فهنا راح نشوف ناخذ أساسيات تصميم الأنالوج فلتر. طبعا راح ناخذ نوعين رئيسيات، هم البترورث فلتر والتشيبيشيف فلتر. أول شيء قبل لا نشرح هاي الأنواع من الفلاتر، العفو، هنا نحتاج خلينا نقول الفريكونسي أو السبيسيفيكيشن أوف ذا فريكونسي ريسبونس. خلينا نعرف أساسيات الفلتر، يعني هي المفروض مر عليكم سابقا أساسيات الفلتر، لكن هنا راح نعيدها لأن راح ناخذ الفلتر بشكل مفصل. هنا أول فقرة، طبعا احنا أغلب الإشارات أو الإشارات اللي نتعامل وياها واللي الفلترها هي الساينسودال انبوت سيجنال. هنا كنت تنتبهون الإشارة المدخلة للسيستم هي ساينسودال. طبعا هاي ساينسودال بترددات مختلفة اللي على أساسها راح تخضع للفلتر. هذا هو شكل الفلتر. هنا نشوف هاي التسميات شنو، باس باند، ترانزيشن باند، ستوب باند. هنا يقول إذا الانبوت is not attenuated or attenuated less than specific tolerance as it goes through the system. يقول إذا الإشارة، طبعا هنا خلوا بالكم طلاب، الفلتر هو مو مثل الامبليفاير، يعني دائما هو ما يكبر الإشارة، لذلك تشوف أعلى رقم عنده هو الواحد. لذلك هنا يقول الإشارة إذا ما تعرضت إلى توهين أو إضعاف، أو تعرضت إلى إضعاف لكن فد رقم معقول، يعني مثلا خلينا نقول نقلل فد 5% 10%. فيقول إذا تعرضت إلى هذا الفترة اللي أما ما خلينا نقول ما ضعفنا الإشارة أو ضعفناها لكن بمقدار قليل جدا، هاي الفترة نسميها باس باند. هاي نسميها باس باند. وإذا الإشارة تعرضت إلى إضعاف معين، تعرضت إلى إضعاف أكبر من قيمة معينة اللي هي هاي مثلا، خلينا نسميها هاي أي آر، هذا نسميه ستوب باند، اللي هو اما اضعاف او الاشاره تنتهي. طبعا هي عمل نظري، عمليا ماكو الاشاره تنتهي 100%، تبقى في النسبه، لكن نقول يعني تعرضت الى توهين او اضعاف اكبر من في حد معين، هذا نسميه الستوب باند. ما بين الباس باند والستوب باند هو الترانزيشن باند، اللي هو يكون حاله انتقاليه من الباس باند للستوب باند، اللي هو هذا.
هذا إذا صار التوهين أكبر من هذا الرقم وأقل من هذا الرقم، فنقول العفو أكبر من هذا الرقم وأقل من هذا الرقم التوهين، فنقول على هاي الترانزيشن باث. طبعا هذا هو خلينا نقول الأساسيات الفلتر. هنا أحد يقدر يعرف يقول لي هذا يا نوع من الفلاتر المارة عليه كلها؟ لو باس فلتر. هذا هو اللو باس فلتر هو الفلتر اللي يمرر الترددات القليلة ويقطع الترددات العالية. هذا هو قلنا الفريكونسي ريسبونس لللو باس فلتر. طبعا هنا عندنا راح نعيد الشرح لللو باس فلتر. اللو باس فلتر هنا يقول شنو مواصفات اللو باس فلتر؟ يقول يمرر كل الترددات اللي أقل من فالتردد معين اللي هو الأوميجا سي. هذا الأوميجا سي نسميه كت أوف فريكونسي، وهنا ظل يعني خليته طوخ حتى الطالب أو بولد حتى الطالب يعرف. بعد هاي المصطلحات طلاب جدا مهمة، اللي أنا نقول الباس باند، الترانزيشن باند، الستوب باند. أنا هاي ليش شرحتهم حتى أشوفهم سويتهم بولد، حتى بعدين من نشرح أو إذا يجينا في سؤال معين نكون نعرف هاي المصطلحات. الكت أوف فريكونسي نقصد به الأوميجا سي اللي هو عنده خلينا نقول يصير قطع للإشارة، أو مو قطع العفو، وإنما تمرير الإشارة. الكت أوف فريكونسي هو قبل تمر الإشارة خلينا نقول تقريبا بشكل كامل، وتنقطع الإشارة أو تنتهي بعد الستوب باند كريتيكال فريكونسي، واللي هو بعض الأحيان يسمونه الكريتيكال فريكونسي. فكون احنا كون نميز بين الكت اوف والكريتيكال. الكت اوف اللي هو خلينا نقول قبل تمر الاشاره، والكريتيكال او الستوب باند كريتيكال اللي هو نرمز له اوميجا ار، فهذا يكون ما بعد تنتهي الاشاره. هاي هي خلينا نقول الترددين المهمات عندنا باللو باس فلتر. طبعا يقول مثل ما عندنا لو باس فلتر عندنا غير فلاتر اللي هم الهاي باس فلتر والباند باس فلتر. هاي الرموز تكون نعرفها، يعني من يجينا سؤال اقول لك ديزاين اتش بي فلتر مثلا تكون هاي تعرف هاي باس فلتر، باند باس فلتر، باند ستوب فلتر. يقول الريسبونس مال هاي الترددات يكون العفو الفلاتر يكون بهذا الشكل. هذا هو اللو باس فلتر حكينا عليه، هذا هو الهاي باس يقطع الترددات القليله ويمرر الترددات العاليه، الباند باس يمرر عزمه معينه باند باس، والباند ستوب يقطع حزمه معينه مثل ما نشوف. هاي هي خلينا نقول البراتيكال فلترز. اذا الترانزيشن باند اللغة اللي هو حالة الايديال، يعني مباشرة من الباس باند للستوب باند، يكون الفلتر هو هذا. فالايديال هنا هاي باس فلتر حكيناهم نورماليز. طبعا هاي الفلاتر راح نشوف راح نحصلهم من النورماليز لو باس فلتر. شلون نحصل هاي الفلاتر هو موضوعنا لهذا اليوم. هنا طبعا اكو شرح بس ملاحظة يوضحها. فريكونسي ها هنا as shown are the frequency response ideal low pass filter, high pass filter, band pass, band stop filter which accept no transition bands. يعني الـ ideal filters ما يحتوي على transition band، هاي اللي هو جاي يصير عندنا. مثل ما شفنا هنا هاي السكشن يقول هاي الفلاتر اللو باس فلتر العفو الهاي باس فلتر والباند باس والباند ستوب، هاي كلهم اقدر احصلهم من الـ
normalize low pass filter. شلون احصلهم؟ راح نشوف خلال هذا الشرح. هذا هسه اللي حكينا هو مقدمه على الفلتر اللي هو المفروض احنا مر علينا، لكن انا اضطر يعني تعمدت هنا اذكرها بالمحاضره حتى نعرف التسميات هاي الرموز وتصير عندنا اساس حول الفلترز. راح نبدي باول نوع من الفلاتر. مثل ما قلت لكم احنا راح ناخذ نوعين من الفلاتر، اللي هو النوع الاول البترورث فلتر، والنوع الثاني اللي هو التشيبيشيف فلتر. نجي هسه للبترورث فلتر. طبعا البترورث فلتر هنا التعريف مالته يقول هو لينير تايم انفاريانت. لينير تايم انفاريانت، احنا ولو اخذنا هاي المصطلحات بالديسكريت وبالديجيتال لكن هم نقدر نطبقها على الانالوج، فهذا هو لينير تايم انفاريانت انالوج فلتر. اقدر امثله ب H of S او بدلالة الفريكونسي ريسبونس اللي هو H of J أوميجا. المعادلة البترورث، هاي المعادلة اللي هي مهمة جدا، هاي هي اللي خلينا نقول الفريكونسي ريسبونس مالته HN. الN هي الاوردر مال الفلتر، فال H تربيع تساوي لنا 1 على 1 زائد أوميجا على أوميجا سي أس 2N. طبعا نلاحظ انه البترورث فلتر بقيمتين يحددون الرسم مالته اللي هي الاوميجا سي والان. الان هو الاوردر والاوميجا سي هو الكت اوف فريكونسي اللي حكينا قبل شوي عليه، قلنا الكت اوف فريكونسي. هاي هي المعادله مالته. خل نشوف البروبرتيز مالته. هسه هذا طلاب، هذا هو الاوميجا، هذا الاوميجا سي، وهذا ال HN تربيع. هنا انتبهوا التربيع مالته هذا اللي هو هذا التربيع. شنو البروبرتيز مال هذا الفلتر البترورث فلتر؟ اولا يقول ات اوميجا يساوي صفر قيمته تساوي 1، وهاي واضحه. إذا هنا عوضنا صفر، صفر على أي رقم؟ صفر، والسجيد مهما يكون هو يكون صفر، زائد واحد واحد، فواحد على واحد واحد. لذلك نشوف الفلتر عند الأوميجا يساوي صفر يساوي واحد عند كل الان، لكل الان، لقد الان واحد خمسة ستة لكلهم تكون قيمتها واحد. هاي خلينا نقول الخاصية الأولى. للخاصية الثانية اللي هو يقول هاي المعادلة عندما الأوميجا يساوي لنا أوميجا سي راح يساوي لنا نص لكل قيم الان. وهنا لو نلاحظ انه اوميجا سي على اوميجا سي يساوي لنا واحد، واحد اس اثنين ان هو يبقى واحد، زائد واحد اثنين يصير واحد على اثنين اللي هو نص. لذلك يقول يساوي لي نص لكل القيم المحددة مال الان ات اوميجا يساوي لنا اوميجا سي. طبعا من نقول يساوي لنا نص، طبعا هذا الاتش تربيع، إذا ال H تربيع يساوي نص، إذا ال H يساوي لنا 0.7. ال H يساوي لنا 0.7 بدلالة ال DB اللي احنا دائما راح نشوف ناخذ بال DB اللي هو 20 log ال H، يصير 20 log ال 0.7 ناقص 3 DB. لذلك من هاي جاي ناقص 3 DB. دائما من يقول لك الباندويث هو لل 3 DB، ليش؟ لأن الماجنتيود مال الفلتر أو السيجنال إذا كان سيجنال هو يكون عند النص. هذا هو طبعاً أقصد النص، يعني الفلتر تربيع، الفلتر تربيع يساوي لنا نص، ولا هو قيمة الفلتر
تساوي 0.7 يعني 70% من الإشارة. دكتور يعني أقسم 0.5 تحت الجذر 0.5. لا 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 هذا هو نص الاتش تربيع يساوي لنا نص، نجذر الطرفين فالاتش يصير 0.7 يعني هذا 0.5 من ناخذ له الجذر راح يصير 0.7. هاي نعم. البوينت 7 لو نريد بدلاله الدي بي، طبعا شلون اخذ بدلاله الدي بي؟ اقول 20 لوج 20 لوج الاتش 20 لوج البوينت 7، فال 20 لوج بوينت 7 راح يطلع لي ناقص 3 تقريبا ناقص 3 دي بي. هاي هي خلينا نقول النقطة الثانية. النقطة الثالثة يقول دالة الاتش تربيع اللي هي هاي يقول تتناقص بشكل متكتلي. هاي الدالة ايش نقصد بها؟ هاي الدالة هيك دوال يقول لوت الزايد لوت الناقص، هيك نوع من الدوال يقول لوت الزايد لو تتناقص. حاليا احنا بالبتر وورث فلتر الشكل مالتها تناقص، يقول فقط تتناقص. هاي هي خلينا نقول النقطة الثالثة. النقطة الثالثة الرابعة يقول كلما زادت قيمة الـ n، هسه هاي الـ n واحد n اثنين ثلاثة أربعة، هاي n 100 أو العفو n اثنين، هاي n اثنين، هاي n 100. لاحظ كلما زادت قيمة الـ n يقترب من الـ ideal، لذلك احنا ما نقدر نحصل ideal filter. ليش؟ لأن لازم نصمم فلتر الاوردر مالته انفينيتي، لذلك عند الـ n تساوي انفينيتي الفلتر راح يصير ايديال بهذا الشكل اللي هو نقول شبه مستحيل. نعم لا هسه لا احنا هنا طلاب هنا بالدي اس بي مو عدد الامبليفاير، هنا راح ناخذ عدد البولات مو الاملف، احنا هنا صراحه ما نحكي امبليفاير. ورغم ذلك انا صراحه ما قال يعني ما مركز عليه كامبليفاير، يراد اتشيكه واقول لكم به. اوكي طبعا هي اذا خلينا نقول الامبليفاير اذا الاوردر الاول فالمفروض اذا نقول الاوردر اثنين يعني المفروض امبليفايرات خلينا نقول عدد الامبليفاير اثنين، وهاي رادة شيك الصراحة لأن هاي العلاقة موضوع الإلكترونيك مال الثالث أخذناها بالإلكترونيك دكتور. حسب الربط المتسعات والمقاومات إذا زوجية صار مزدوج. أي أنا هاي صراحة ما مركز عليها يعني مال الإلكترونيك. هنا وين وصلنا؟ أوكي النقطة الرابعة قلنا انه كل ما تزداد الاوردر كل ما يقترب من الايديال، وهذا تقريبا شبه مستحيل. النقطة الخامسة هنا الاتش تربيع ماكسيمالي فلات ات اوريجين يقول يكون فلات فقط عند الاوريجين عند هاي النقطة، هنا يكون فلات عند هاي النقطة واللي هي المشتقة مالته تكون صفر، وراها لا يصير بهذا الشكل يعني الفلات فقط عند الاوريجن للمشتقة الصفر. هاي هي خلينا نقول خمس نقاط خاصة بهذا الرسم اللي هو البتر وورث فلتر. هنا احنا اللي يهمنا شنو؟ يهمنا مصطلح النورماليز لو باس فلتر. طلب النورماليز وهنا هم هاي سويتها بول، النورماليز ايش وقت يقول هذا نورماليز لو باس فلتر؟ يقول عندما الاوميجا سي تساوينا واحد، وها كون ثبتوها يمكن انه من اقول نورماليز لو باس فلتر اقصد بالاوميجا سي تساوينا واحد،
وهذا النورماليز مهم جدا، لان على اساسه راح اصمم بقيه الفلاتر. لذلك هنا تشوفون هاي النقطه الثانيه، the transfer function for any other Butterworth low pass, high pass, band pass, band stop، كلها نقدر نحصلها من normalized low pass filter. هاي هم يعني خلينا نقول نقطة مهمة جدا. هاي طبعا النقطة راح نشوفها بالجدول اللي راح ناخذه بعدين. خلينا نجي هسه، احنا قلنا هسه هاي النقطة الثانية طلاب، انه حتى اصمم اي نوع من الفلاتر سواء لو باس فلتر هاي باس فلتر، هسه قد طالب يسأل يقول استاذ انت جاي تقول نصمم لو باس فلتر، من شلون اصمم لو باس فلتر؟ من لو باس فلتر طلاب، من اقول نورماليز يعني الاوميجا سي تساوي لنا واحد، لكن عمليا اني من اريد اصمم هاي باس فلتر، باند باس، باند ستوب، لو باس، مثلا اريد اصمم لو باس عند اوميجا سي مثلا يساوي لنا 3 أو 4، فشلون اصممه؟ هم استخدم النور، اصمم النورماليز وبعدها احوله لللو باس فلتر الاحتيالي، وهاي راح تشوفها بعدين بالامثله تصير اوضح لكم. فاذا هنا عندنا النقطه المهمه انه كل الفلاتر تعتمد بالتصميم مالتها على النورماليز لو باس فلتر. خلينا نجي للنورماليز لو باس فلتر. هذا النورماليز شلون احصل عليه؟ هنا طبعا شرح، راح نبدي بالنورماليز لو باس فلتر. يقول اول شيء خلينا نحصل الاتش اوف الاس للنورماليز لو باس فلتر. حتى احصل على الاتش اوف الاس اروح للمعادله الاولى، هاي المعادله، واعوض او احول هاي المعادله الى، او خلينا نقول بدلاله الاس. هنا اكو طالب يعرف العلاقه بين الاس والاوميجا شنو؟ تذكروها؟ لا دكتور، هي مال الاوميجا، اوميجا في باي يمكن. لا، الاس طلاب تساوي لنا جي اوميجا، هاي المفروض يعني اذا تذكرون بين اللابلاس والفوريير ترانسفورم العلاقه بيناتهم انه الاس هو يساوي لنا جي اوميجا. على العموم هسه هي بعد صارت واضحه عندنا، فاللي راح نسوي طلاب، اعيد الشرح، اللي راح نسوي هاي المعادله بدلاله الاوميجا احاول اخليها بدلاله الاس. وهنا لا تنسون طلاب، من اقول نورماليز لو باس فلتر الاوميجا سي هنا جيت تساوي لنا واحد، تساوي لنا واحد. لذلك هسه ما راح نروح للمعادله رقم 2، احنا راح نشوف شنو اللي صار. يقول الاوميجا احنا نعرف الاس هي جي اوميجا، الاوميجا ايش راح تساوي لنا؟ تساوي لنا اس على جي، لذلك يصير اس على جي. بالقانون كان عندنا واحد على اوميجا على اوميجا سي، قلنا الاوميجا سي واحد اذا صارت اوميجا فقط، اوميجا اس 2 ان، الاوميجا عوضنا عنها باس على جي صارت اس على جي. اذا صارت المعادله مالتي مال النورماليز فلتر هي هاي. هاي خل نشوف، نحاول نبسطها بعد اكثر، يعني ما نخليها بهالشكل، خلينا نبسطها ونشوف شنو اللي راح يصير. يقول خلينا نشوف البولس مال هاي المعادله. احنا هنا راح نركز على البولس مال هاي الترانسفير فانكشن. خلينا نشوف شلون نحسب البولس مال هاي المقام. البولس قلنا هاي تساوي لنا صفر، هاي المعادله اللي هي المقام تساوي لنا صفر، هذا الواحد ينتقل للجهة الثانية يصير سالب واحد، بعدها هذا يصير اس اس 2 ان على جي اس 2 ان، هاي جي اس 2 ان يتحول هنا يصير بهالشكل،
جي أس 2 إن هو نفسه من يقول جي تربيع أس إن. جي تربيع إحنا نعرفه سالب واحد، يصير عندي سالب واحد في سالب واحد أس إن، هذا السالب واحد عامل مشترك، فش يصير هنا واحد زائد إن. إذن الأس أس 2 إن هو يساوي لنا سالب واحد أس إن زائد واحد. هذا هسه المطلوب من عندنا هو إيجاد الجذور، إيجاد الجذور اللي تحقق لهاي المعادلة. لذلك يقول راح يصير عندي حالتين، هذا الرقم طبعا هو بحالتين، لو سالب واحد لو واحد. شلون نعرف سالب واحد لو واحد؟ إذا الـ n odd رقم فردي ولنفرضه واحد للسهولة، إذا الـ n odd لنفرضه واحد، واحد زائد واحد اثنين، سالب واحد أس اثنين فراح يصير واحد. هاي إن شاء الله. لذلك يقول for n odd the bools of hn hn of the s تربيع becomes the tooth roots of ones. لكن هنا إذا عندي الـ n even شنو اللي راح يصير عندي؟ اثنين زائد واحد ثلاثة، فايش يكون؟ سالب واحد. لذلك راح الجذر ما تصير للسالب واحد. حتى أحسب الجذور عندي راح يصير حالتين، الان أما odd أو even. إذا odd فهذا هو الحل مات، هاي حل هاي المعادلة أس 2 n يساوي إن سالب واحد أس n زائد واحد. واحد طبعا دائما الماجنتيود واحد، لكن الزاوية تصير k باي على n. الان هو الرقم اللي احنا نقول ايش قد 2 3، والk هو عداد من 0 الى 2n ناقص 1. هاي في حال الـ n odd. وإذا الـ n even فيخضع لهاي المعادلة. طبعا هاي هسه راح نشوف مثالين عليها حتى يصير أوضح إنه، بس قبل نكمل أو نبدأ بالمثالين هنا نقول نرجع طبعا هسه شنو اللي راح يصير. يقول الـ h تربيع of الـ s هو يساوي واحد على هاي، كأنه راح يسويها بدلالة الجذور، سويها بدلالة الجذور. هنا أنت ملاحظة يقول ورا ما تحسب الجذور اللي بهاي الخطوة n odd أو even، يقول هنا لازم تخلي ببالك إنه الفلات الفلتر لازم يكون stable وكزل فلتر. هنا خلينا نرجع شوية تشيك معلوماتكم بالسيطرة. هنا سؤال طلاب، ايش وقت نقول على الترانسفير فانكشن او على السيستم ستيبل؟ يكون فاينايت. نعم قبل مصطفى من الحكي يا طلاب؟ دكتور هاني احمد منذر. اي محمد شنو ايش قلت؟ تكون قيمة محددة. اي لا هاي اخذناها بالهاي باوند ان باوند اوت، لكن العام اللي كسيطره نحكي انه الفلات العفو مو الفلات البولز تكون بجهه اليسار. لذلك هنا تشوفون هنا بالشرح the balls of h of n are selected to be those in the left half plane. هنا شو شي يقول لك؟ يقول لك ناخذ الفوز اللي تكون بجهة اليسار، يعني عن هاي المعادلة مو راح تطلع لي جذور، هاي الجذور مو كلها آخذها بالفلتر، وإنما آخذ فقط اللي موجودين بجهة اليسار فقط. شوف هنا الـ S of الـ K تكون بالـ left half plane pulse. طبعا هاي المعادلة هاي خلينا نقول المقام، معادلة المقام اكو جدول خاص بها بالبترورث. هذا الجدول
شي مثل يقول اذا الاوردر واحد فيكون المعادلة المقام اس زائد واحد، واذا اثنين هذا، واذا ثلاثة، واذا اربعة، واذا خمسة. احنا اليوم راح نشوفه انه او هسه راح نشوف مثاليا هاي شلون حصلناهم اس زائد واحد وهاي اس تربيع زائد جذر اثنين اس زائد واحد. خلينا نشوف هذا المثال بس اعيد بشكل سريع حتى يعني يصير واضح لكم. احنا بالنورماليز راح نشوف شلون نحسب الترانسفير فاكشن الاتش اوف الاس لللوباس فلتر، للنورماليز لوباس فلتر شلون نحصل اتش اوف الاس. هذا هو الهدف الرئيسي، وهذا الحكي كله اللي احنا سويناه اريد احصل اتش اوف الاس. فحتى احصل اتش اوف الاس سوينا هاي البروسيجر انه بدلنا مكان كل اوميجا اس على جي، ومشينا بالاشتقاق وشفنا شلون نحسب الجذور، وبعدها ناخذ الجذور اللي تكون بجهه اليسار فقط ونوصل الى الترانسفير او المعادله اللي هي بي ان اوف الاس، وراح ناخذ مثاليه نطبق عليها. خل نشوف المثال الاول. المثال الاول يقول احسب او اوجد الترانسفير فاكشن اتش 1 اوف الاس. اتش 1 يعني الاوردر الاولى يعني الان 1 for the normalized Butterworth filter of order 1. هنا شو من اللي يريد اطلعه؟ يريد من عندي احصل ال H of S لل normalized Butterworth filter. شلون احصل هاي المعادله؟ خلينا نجي نشوف. بما انه ال N واحد اذا هو خلينا نقول اود. ال اود طلع شو نطبق عليه؟ هاي. يقول اذا ال N اود نطبق له هذا شو يصير؟ واحد والزاويه ايش قد؟ الزاويه كي في باي على ان، الان واحد اذا راح يصير عندي كي باي، الكي ايش قد القيم مالته؟ يقول من صفر الى اعوض هنا واحد، اثنين في واحد اثنين، ناقص واحد واحد، اذا قيم الكي اللي راح تطلع عندي اللي راح اعوضها هي صفر وواحد، لذلك الاس كي اللي هي الصفر واس واحد، شنو اللي راح تطلع عندي البولز؟ هو البول الاول واحد بزاويه صفر والثاني واحد بزاويه باي. لذلك هنا تشوفون اس 1 هو واحد بزاويه صفر واس 2 واحد بزاويه باي. هذين الجذرين طلع، هذا زاويه صفر وهذا زاويه باي. يا جذر اقدر اخذه ويا جذر اقدر الغي، احد يعرف؟ ناخذ الواحد ويا الفاي على جهه اليسار. ليش؟ من ناحيه الستيبل. الستيبل جيد. بينما هذا موجود بجهه اليمين، الواحد بزاويه صفر هذا موجود بجهه اليمين، لذلك يقول هنا ناخذ الجذر اللي موجود بجهه اليسار اللي هو اس 2. لذلك طبعا هذا الاس 2 هو سالب واحد كرقم. يقول لذلك معادلة اللوباس فلتر النورماليز لوباس فلتر هي واحد على اس زائد واحد، لذلك هاي المعادلة بالمقام اس زائد واحد، هاي الجدول ترى من ناجت، يعني الجدول سووه كأنه حالة حالة، مرة واحد مرة اثنين، فعند الواحد هي هاي صارت اس زائد واحد. خلينا نجي نشوف التربيع شلون صار بهذا الشكل. Find the transfer function H2 of S for the normalized Butterworth filter of order 2. هنا order 2 يعني شنو اطبق عليه؟ ان ايفن. اذا ان ايفن هاي يصير k باي على 2 زائد باي على 4. الكي ايش قد قيمه راح تصير؟ كم جذر؟ 2 في 2 4 ناقص 1 3، لذلك راح يصير عندي 0 و1 و2 و3، راح تطلع عندي اربع جذور. طلعت عندي
أربع جذور. هاي الأربع جذور، هذا الرسم مالته، هذا الـ S1، هذا الـ S2، هذا الـ S3، هذا الـ S4. هنا يا جذور راح ناخذهم باللوباس فلتر طلاب؟ الـ 2 والـ 3. الـ 2 والـ 3، ليش؟ لأن موجودين بجهة اليسار. هذول راح ناخذهم، لذلك شوف هنا شو يقول. هنا the bones are shown in the figure 4. Using left half plane pose we can express the transfer function as follows. هنا ناخذ فقط هذولي، لذلك اللي transfer function ما تشرح شو يصير، 1 على s ناقص s2 في 1 العفو في s ناقص s3. هاي ال s2 هذا وأولا صار تقديم متأخر، هو هذا الاس 2 لأن هذا هنا أنا موجب، وهذا هو الاس 3. فحاصل ضربهم ورا ما بسطهم طلعت عندي هاي. هاي هي بالجدول يقول لك الأوردر الثاني، هاي معادلتي، معادلة المقام مو معادلة الفلتر، معادلة المقام. طبعا هذا الجدول خلينا نقول يعطى لكم، يعني من أقول لك هسه من اجيب لك سؤال اقول لك اوجد الترانسفير فاكشن للو باس فلتر نورماليز بيتر وورث فلتر اوردر 3 او اوردر 1 او اوردر 2، من يجيك هيك سؤال بعد ما يصير تقول له هذا الجدول اعطيك القيمه قبل، لا تسوي هاي الخطوات، انه تحسب الجذور اللي موجوده وتاخذ فقط اللي موجوده على اليسار، وإذا لا أخذنا غير سؤال واحتاجين الجدول فتقدر تستخدم الجدول بشكل مباشر. دكتور زين، هاي منين جت 0.707؟ هاي الزاوية، هاي القيم، أي الزاوية هاي 0.707؟ هو الماجنتيود واحد، الماجنتيود واحد لكن بزاوية. إيش قد هاي الزاوية؟ هاي يعني هسه احنا لو نطبق اول وحده، خلينا نطبق اول وحده مال اس واحد، راح هي ولا هي هاي الاس واحد هنا، بس خلينا نطبقها ونشوف. هنا يصير كي باي على 2، اذا كي عوضه صفر هاي شو تصير القيمه هنا؟ هذا كله صفر، فيصير صفر زائد باي على 2 في 2 4، يعني باي على 4. فالاس واحد هو واحد بزاويه باي على 4 اللي هي 45. هاي شوف باي على 4. هاي الثاني رقم 2 ايش راح يصير؟ الكي طبعا راح تتعوض 1، فصير 1 في باي على 2، فيصير باي على 2 زائد باي على 4. فهاي باي على 2 هاي باي على 4، هاي العفو باي على 4 تزداد بمقدار باي على 2، وهكذا زيادة بمقدار باي على 2. باي يعني تقدرون تطبقون S2 S3 S4 وتحسب القيم مالته. وطبعا هنا بعد لازم نعرف، يعني إذا يجيك أي سؤال أنطيك رسم وأنطيك طولات يعني موجودة باليمين وباليسار، من أقول لك صمم الفلتر أو أحسب معادلة الفلتر، لازم تعرف أنه تأخذ الجذور فقط اللي موجودة بجهة اليسار، هاي تكون واضحة لنا. لهنا طلاب واضحة شلون حسبنا الـ H of the S للـ normalized better worth filter؟ ما عندكم سؤال عليها؟ واضحة دكتور. اوكي. هسه طلاب يعني هاي سجلوها هسه يمكم اذا تردون. الخطوة الأولى بتصميم الفلاتر خلصنا، اللي هي شنو؟ صممنا او هيئنا على الاقل انه يعني خلينا نقول هيئنا النورماليز بيتر وورث فلتر، وعرفنا شلون نحصل الاتش او في الاس، اما بالاشتقاق او بالجدول هو ينطيني اياه. يعني هسه راح نشوف بالمسائل انت مو بالضروره دائما تشتق مثل ما سوينا هنا، لا مرات يعني بالسؤال اقول لك اوردر 5 فمو بالضروره تشتق لي، لا وانما هذا الجدول انا اعطيك اياه انت تستخدمه.
فهاي الخطوة الأولى إنه حصلنا خلينا نقول ال H of ال S. هاي الخطوة المهمة بحساب خلينا نقول ال normalized better worth filter transfer function. هسه الخطوة اللي وراها أو الموضوع اللي بعده هو analog to analog transformation. شنو analog to analog transformation؟ يعني راح أحول من أي نوع من الفلاتر هذا الجدول اثنين. هذا هو نسميه analog to analog transformation. أحول من أي نوع من الفلاتر لو باس فلتر، هاي باس فلتر، باند باس فلتر، باند ستوب فلتر إلى النورماليز أو نسميه البرو تايب ريسبونس أو البرو تايب فلتر. هذا هو النورماليز، وهاي هي شلون نحول من النورماليز لل خلينا نقول للفلتر الاعتيادي، سواء لو باس فلتر، هاي باس فلتر، باند باس فلتر، باند ستوب فلتر. طبعا هنا الشرح يحكي فقط الحالة الأولى. إذا أريد أحول من هذا خلينا نسميه البرو تايب للترانسفورمد فلتر، هذا فيقول إذا الترانسفورميشن صار من S إلى S على أوميجا، هذا قصدي يعني التحويل الأول، apply to the lowest structure as shown at the top of the table. Critical frequency omega r will be transformed into omega r dash. بالأخير راح يصير omega r times omega u. يعني كمعادلة حتى أحول من النورماليز للترانسفورم، هذا هسه هنا واحد وهنا أوميجا آر، هنا صار أوميجا يو وأوميجا آر داش. الأوميجا آر داش شنو القيمة مالته راح تصير؟ يقول تساوينا أوميجا آر في أوميجا يو، أوميجا آر في أوميجا يو. إذا أريد أحول بالعكس من الترانسفورم فلتر للبرو تايب، فالأوميجا آر تساوينا هاي الأوميجا آر تساوينا أوميجا آر داش على أوميجا يو اللي هي هاي. Backward equation gives the value of أوميجا آر اللي هي مختصر يعني بالأخير يقول الأوميجا آر هي تساوينا أوميجا آر داش على أوميجا يو. هنا حتى أختصر لكم الشيء اللي راح يصير عندنا، احنا راح يطلب من عندنا تصميم فلتر. طبعا من يطلب من عنده تصميم فلتر؟ هذين هن الفلاتر اللي يطلبها من عندي، هذين اللي راح يصير. طلاب اول شيء احول هنا تبغى الطلاب اول خطوه احول من هذا الفلتر الترانسفورم الى البروتايب. هاي الخطوه اللي احنا نسميها باكورد، احول الفلتر من هذا الشكل الى البروتايب. ليش؟ حتى احصل ال H of ال S مال البروتايب. اعيد احول، يعني انا عندي راح يعطيني سؤال يقول لي صمم لي فلتر بهاي المواصفات. شلون اصمم فلتر بهاي المواصفات؟ اول خطوه احول من هذا الفلتر للبروتايب اللي هو النورماليز. النورماليز اعرف شلون احصل ال H of ال S، احصل من عند ال H of ال S وراه ارجع فورورد مكان كل S اسوي S على اوميجا U. طبعا هاي اذا لو باس فلتر، اذا هاي باس فلتر هاي المعادله، اذا باند باس هاي المعادله صارت معقده اكثر، واذا باند ستوب تكون هاي. هاي هي الفكره الرئيسيه، انه اول شيء باكورد وراها فورورد. هاي واضحه لكم طلاب لو ما واضحه؟ تمام. دكتور ما ممكن اعيدها؟ عندي فلتر، هذا فلتر اريد اصممه، حتى اصمم هذا الفلتر
احول الشكل مالته، طبعا اي شكل طلاب، اي فلتر من هذين الاربعه اللو باس هاي باس باند باس باند ستوب، احول من هذا الشكل الى النورمالايز. هسه خطوه واضحه انه احول للنورمالايز. نفس المثال السابق. شلون؟ نفس المثال السابق اللي قبل شويه. لا بعد احنا مو ما ماخذين، اي يعني حولنا للنورمالايز. من حصلت النورمالايز؟ النورمالايز بعد اقدر اعرف الاتش اوف الاس مالته الترانسفير فاكشن. النورمالايز الخطوه اللي قبل شوي قلت لكم النورمالايز اقدر اعرف الاتش اوف الاس. فالخطوه الثانيه هسه قلنا الخطوه الاولى نحول للنورمالايز، الخطوه الثانيه احسب الاتش اوف الاس مال النورمالايز. ورا ما احسب الاتش اوف الاس مال النورمالايز وفق البروسيجر اللي خلينا نقول احنا حكينا عليها بالجدول مباشره من الجدول، حصلت الاتش اوف الاس. هسه ارجع للفلتر الاصلي، لان انا اريد الفلتر الاصلي. شلون احول من النورمالايز للفلتر الاصلي؟ راح استخدم الفورورد. بالفورورد يقول شو تسوي؟ يقول هي نفسها معادله الاتش اوف الاس، لكن مكان كل اس شو تصير؟ اس على اوميجا يو. هاي اذا انت لو باس فلتر مستخدم، هاي باس فلتر هذا، باند باس هذا، باند ستوب هذا. هذا يمكن هسه هم مو حل واضحه لكم، بس راح ناخذهم ناخذ مثالين عليهم، اتوقع راح يصير لكم اوضح بعد اكثر. راح ناخذ الحاله الاولى انه لو باس فلتر الى لو باس فلتر. لذلك هنا شوف الطلاب ايش عندي سؤال او موضوع ديزاين اوف لو باس بيتر وورث فلتر. راح يجي يشرح هذا بالتفصيل. يقول عندك هذا الفلتر اللي هو اللو باس فلتر، يقول لك هاي القيم، طبعا الطلاب انتبهوا هاي دي بي، يعني لا طالب يقول ساقه وشوية انت تقول واحد اعلى قيمه، اعلى قيمه واحد بس من ناخذها 20 لو تصير عندنا صفر. فهنا عندي هذا اللو باس فلتر مطلوب من عندي اصممه. يقول عندي الاوميجا 1 لازم يعطينا كي 1، وعندي الاوميجا 2 يعطينا كي 2. هاي هي المواصفات مالته. شلون راح اصمم هذا الفلتر؟ طبعا هنا المعادله مالته يقول بين الاوميجا اذا اصغر من اوميجا 1 شنو راح يصير؟ ال 20 لوج جي اوميجا. يقول بين الصفر والكي 1، اصغر من الصفر والكي 1. طبعا طلع خلوا بالكم كي 1 وكي 2 دائما سالب، لان هذا كله اتنويشن، كله اضعاف للاشاره. فهنا هذا عندي ال خلينا نقول الاوميجا اصغر من اوميجا 1، ال 20 لوج جي اوميجا اتش جي اوميجا هو بين الصفر والكي 1، واكبر من اوميجا 2 راح يصير عندي 20 لوج ال اتش اصغر من كي 2، القيم ما راح تصير اصغر من كي 2. هذا هو خلينا نقول اللو باس فلتر الفعلي اللي موجود عندي، مطلوب من عندي اصمم هذا اللو باس فلتر. شلون راح اصممه؟ راح نجي للخطوات مالته بالتفصيل. هنا طبعا راح نشوف شرح كاشتقاق وبعدين نشوف الخطوات. هنا يقول انت هسه هذا الفلتر حتى تصممه لازم قيمة الفلتر عند الاوميجا 1 شو تساوي لنا؟ كي 1، وعند الاوميجا 2 كي 2. لذلك راح يرجع للمعادلة الأولى هاي. هاي يقول تعوض تعوض اوميجا 1 تطلع لي المفروض كي 1، اوميجا 2 المفروض تطلع لي كي 2. لذلك هنا هنا يقول اذا استخدمنا المعادله 1 وعوضنا القيم مالتي
اللي هي الأوميجا مرة أوميجا 1 مرة أوميجا 2، فراح تطلع لي ورا ما طبعا ياخذ اللوج 20 لوج، فتطلع لي المعادلة الأولى هي هاي. طبعا هاي هي الطلاب نفس المعادلة اتش تربيع هاي نفس هاي المعادلة، لكن ماخذ لي 20 لوج، 20 لوج الاتش يساوينا واحد على تحت الجذر هذا، فصير عندي بهذا الشكل. هاي هي المعادلة حاسبة 10 لوج ما 20 شلون؟ ماخذ 20 لوج الاتش، الاتش هناك مكتوب 10 لوج. اي ليش؟ لان هو 20 لوج الاتش، الاتش هي واحد على تحت الجذر، لان هي الاتش تربيع تساوي لك هذا، الاتش تربيع هي هاي. الاتش الوحدة هي تساوي لك هذا تحت الجذر اللي هو اس واحد على اثنين، لذلك يقول 20 لوج هذا اس واحد على اثنين، الواحد على اثنين تطلع برا، فصير 20 على اثنين 10، فيصير 10 لوج هذا الجزء يساوي لي كي 1. هذا عند الاوميجا 1. عند الاوميجا 2 راح يساوي لي كي 2. عندي هاي معادلتين نبسطهم، ناخذ 10 اس ورا ما نبسط المعادله راح تطلع لي بهذا الشكل، المعادله الاولى، المعادله الثانيه، حتى تخلص من الاوميجا سي اقسم المعادله الاولى على المعادله الثانيه. هاي المعادله الاولى على المعادله الثانيه طلعت لي بهذا الشكل. هنا راح ناخذ او نبسط بحيث نخلي الان لوحدها، ناخذ مثلا لوج الاثنين، فتصير عند المعادله ورا التبسيط ان تساوي هاي المعادله 10 لوج ال 10 10 اس ناقص كي 1 على 10 ناقص 1 على 10 اس ناقص كي 2 على 10 ناقص 1 على 2 لوج ال 10 واحد على اوميجا ار واحد على اوميجا ار. طبعا اوميجا ار هي شو تمثل للطلاب؟ ها انا هنا ما كاتبها. الاوميجا ار هي تساوي اوميجا 1 على اوميجا 2. الاوميجا ار هي اوميجا 1 على اوميجا 2. وهنا طلاب هذا الرمز بس تنتبهوا له، هذا اذا مر عليكم سابقا او ما مر ما اعرف، هذا ياخذ اعلى رقم انتجر. يعني اذا تذكرون بالماتلاب شلون داله السير؟ لا السير، داله السير مو مثلا عندك 3.1 القد ياخذه 4 اوكي، حتى لو 0.1 دائما ياخذ الرقم الانتجر الاعلى. فلذلك هنا هذا الرمز، يعني تشوفون القوس من جوا ما مسدود، هذا معناه انه ياخذ الرقم الانتجر القادم الاكبر. فيقول اذا الاوردر مال الفلتر هي هاي. يقول احنا دائما كفلتر خاصه البتر وورد عندي رقمين مهمات، الاوميجا سي والان. هسه الان عرفت المعادله مالته، تبقى الاوميجا سي شلون احسبها؟ فنشوف الاوميجا سي، يقول الاوميجا سي تقدر انت ورا ما هاي المعادله 9، المعادله 9 عندك هنا الكي 1 معلوم والاوميجا الاوميجا 1 معلوم والان معلوم، نقدر نحسب الاوميجا سي او من معادله 10، يعني نقدر نحسب الاوميجا سي بطريقتين، اما بهذه المعادله او بهاي المعادله. هنا احنا خلينا نقول راح ناخذ في السياق انه دائما ناخذه عند الاوميجا 1، دائما ناخذه عند الاوميجا 1.
لذلك الاوميجا سي طبعا اما اوميجا 1 او اوميجا 2، بس احنا دائما راح ناخذه عند الاوميجا 1. طبعا من اخذه عند الاوميجا 1 المفروض من اطبق الاوميجا 1 يطلع لي كي 1 مضبوط، لكن من اطبق الاوميجا 2 مو بالضروره يطلع لي كي 2 نفسها، تطلع لي كي 2 او اقل من عندها، المهم يحقق لي الشرط. واذا اخذت الاوميجا سي عند الاوميجا 2 يعني بالمعادله مال الاوميجا 2 شو يقول؟ يقول يحقق لي المتطلبات عند الاوميجا 2 والاوميجا 1 اما يحققها او خلينا نقول يحقق الاحسن من عندك، بس كاكزاكت يحقق لي الكي 2 فحسب، اما نحقق عند الكي 1 او عند الكي 2. احنا راح نشوف خلال المحاضرات دائما ناخذ عند الاوميجا 1. هذا الاشتقاق وهاي المعادلات راح نسويها على شكل بروسيجر. هاي الشرح هسه اللي حكيته لكم راح ناخذه على شكل بروسيجر. شنو البروسيجر؟ ديزاين او بروسيجر فور ديزاين بيتر وورث فلتر. اربع خطوات طلاب، اربع خطوات حتى اصمم اي بيتر وورث فلتر، يعني اي سؤال يجي طلاب. هاي الخطوات عامه لاربع فلاتر. من يجيك سؤال يقول لك صمم لي لو باس فلتر، هاي باس فلتر، باند باس فلتر، اول خطوه ايش نحسب؟ الكريتيكال فريكونسي اللي هي الاوميجا ار حسب جدول 2. شنو الاوميجا ار؟ هاي الاوميجا ار. دير بالكم طلاب، قبل شوي انا قلت لكم اول خطوه نحكي بالباك وورد، حتى اتحول للباكورد استخدم هاي المعادله اوميجا ار تساوي اوميجا ار داش على اوميجا يو. طبعا احنا هنا بالامثله راح نشوف مو اوميجا يو واوميجا ار داش، اوميجا 1 واوميجا 2، لذلك شو صار عندي؟ اوميجا 2 على اوميجا 1. هاي اذا لو باس فلتر، اذا هاي باس فلتر يصير هذا التردد على هذا التردد. اذا باند باس الاوميجا ار لها معادله اللي هي هاي، واذا باند ستوب هاي المعادله مالتها. اذا الخطوه الاولى نحسب الاوميجا ار، هاي الخطوه الاولى. اذا هسه الخطوه الاولى الطلاب اعيدها هي حساب الكريتيكال فريكونسي حسب جدول 2 اللي هي هاي. هاي بس التسميات شوية تغيرت هنا، بس احنا نكون حافظين او فاهمين الجدول. اول خطوة احسب الاوميجا ار، ليش؟ لان طلاب ليش احسب الاوميجا ار؟ لان اريد احوله للنورماليز. انا من حسبت الاوميجا ار كانه جاي، شو احصل تشوفون؟ احصل النورماليز. فاذا الخطوة الاولى احسب الاوميجا ار. هسه تقول استاذ ليش بس الاوميجا ار؟ لان الاوميجا ار من احسبها حصلت اللو باس فلتر. ليش؟ لان كي 1 وكي 2 معلومات بالسؤال وما يحتاج اغيرهم. الواحد اوكي مع يعني رقم معلوم، خلينا نقول فقط تبقى عندي شنو؟ الاوميجا ار. لذلك الخطوه الاولى احسب خلينا نقول الاوميجا ار، لانه جاي احول لللو باس او للنورماليز لو باس فلتر. اذا هسه هاي الخطوه الاولى عرفناها. الخطوه الثانيه بيقول احسب الاوردر مال النورماليز فلتر. شنو المعادله؟ هاي المعادله، هاي اللي هي كي 1 على كي 2 هنا اوميجا ار. من هاي المعادله احسب الاوردر مال الفلتر اللي هي الان. حسبت الاوردر، احنا نعرف بالنورماليز اذا عندي الاوردر، ايش اقدر احسب؟ اتش اوف الاس. شلون نحسب اتش اوف الاس؟ انا الاوردر اذا واحد واذا اثنين او ثلاثه عندي هذا الجدول، ومن خلاله احسب المقام. يعني اذا الاوردر الثالث هذا،
الاوردر الرابع هذا، الاوردر الخامس هذا، وهكذا. يعني احنا هسه حسب هذا الجدول المفروض بعد من نتجاوز الدرجه الخامسه، ورا ما حسبت النورمالايز فلتر نجي للخطوه الاخيره اللي حكيت لكم عليها سابقا، انه ابلاي نو انالوج تو انالوج ترانسفورميشن يوزنج تيبل 2. يا معادله نستخدم هاي، هاي نستخدمها. اذا لو باس فلتر هذا نستخدمه، اذا هاي باس فلتر هذا، اذا باند باس هاي المعادله تشوفوها هذا الشكل، واذا باند ستوب نستخدم هاي وما اعوض، اعوض بدال كل اس هاي المعادله مالتها. اي هنا راح اعيد على هذا الجدول طلاب الخطوات الاربعه. اول خطوه نحسب الاوميجا ار، الاوميجا ار هاي نحسبها، ومثل ما قلت لكم هسه راح تشوفون الاسئله فقط هنا صايره اوميجا 1 واوميجا 2، بس هو نفس القانون يبقى. فالخطوه الاولى نحسب الاوميجا ار حسب هذا الجدول. ورا ما حسبت الاوميجا ار حصلت النورماليز بيتر وورث فلتر، هذا النورماليز. هسه النورماليز احتاج الان الاوردر مالته، اطبق المعادله مال الاوردر تطلع لي الان الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه من عندنا نورماليز بيتر وورث فلتر وعندي الان، اقدر من خلالها احسب الاتش اوف الاس مال الفلتر. من حصلت الاتش اوف الاس مال الفلتر اقدر اطبق او احول للانالوج فلتر. شلون احول للانالوج فلتر؟ استخدم هاي المعادله اس الى اس على اوميجا يو، او اوميجا يو على اس حسب التحويل اللي انا مستخدمه. هذا هو خلينا نقول هاي هي الخطوات العامه لكل انواع الفلاتر. بعد اي فلتر يجيني اقدر اطبق له هاي الخطوات. خل نشوف شلون نصمم او نشوف هذا المثال اللي عندنا. مثال رقم 3 هنا يقول design an analog better worth filter has ناقص 2 dB or better cutoff frequency of 20. هنا يقول عندك ناقص 2 dB عند ال 20 و at least 10 dB attenuation. طلاب هنا انتبهوا، مو طالب يقول لي هذا موجب 10، هنا تبو جاي يقول لي attenuation. الاتينويشن يعني توهين، فلذلك هاي العباره هي مكافئه للسالب 2 سالب 10. هاي هي مكافئه للسالب 10، مو طالب يطبق لها 10 وتطلع للمعادلات غلط، يكون هاي انتبه لها. at 30 radian per second هذا هو الفلتر. هنا طلاب قايل لي هو يا نوع من الفلاتر؟ لا ما قايل لي الا اذا شلون؟ اذا انا ارسم، خل ارسم ونشوف شلون. هذا هو لو باس فلتر، هاي باس فلتر، لان انا اذا ما اعرف الفلتر ما اعرف يا وحده من هاي الجداول، يعني ياها من عندهم استخدمه، هل هو لو باس فلتر هاي باس فلتر. خل نرسم هذا. هسه راح اوقف الشير حتى ارسم. الرسم قدامكم مو طلاب؟ نعم دكتور. اي هسه خل نرسم، يعني مو لا رسم هيك مضبوط، بس حتى نعرف هذا الفلتر شنو هو. هسه هي المحاضره يمكم يقول ناقص 2 دي بي عند ال 20. اولا خلينا نشوف شنو الترددات 20 و 30. اذا عندي هذا ال 20
هذا 20 راديان بير سكند، وعندي هذا الـ30 هذا. هنا بالسؤال شو يقول؟ يقول ناقص 2 عندي الـ20، هذا الـ20 ناقص 2 هذا هنا، ناقص 2 على سنرسمها، وعند الـ30 سالب 10. دكتور هذا هاي باس مرتضى، لا تستعجل، خلينا نشوف نرسمه. خل هيجي مشكلة هذا هيجي يكون بالشكل. طبعا هو صراحة يدويا أسرع، بس أنا لين بالحاسبة تشوفوه هيجي بطيء. هنا المفروض يقطع عند الـ20 يكون سالب 2، وعند الـ30 يجيب سالب 10. إذا هيك فلتر المفروض شو يكون؟ خلينا نرسمه. بس خلينا نمسح هذا جاي. يكون بهذا الشكل. هذا يا نوع من الفلاتر طلاب. لا باس. هذا خلينا نمسح هذا النوع لو باس فلتر. اوكي، فهو بالسؤال ما قايل لي لو باس فلتر، بس انا من رسمت، طبعا هو الرسم مالته صراحه سريع يكون، بس انا لين بالحاسبه شفته بطيء. هذا هو لو باس فلتر، لذلك سنرجع للمحاضره. لذلك هو طبعا هو الرسم المرتب هنا يكون، يعني هذا هيك يكون، هذا هو اللو باس فلتر. لذلك هاي الخطوات هسه اللي راح نستخدمهم. اول خطوه نحسب الاوميجا ار، بس اوميجا ار علما الطلاب اوميجا ار للاول اللي هو اوميجا ار شو يساوي لنا؟ اوميجا 2 على اوميجا 1، اوميجا 2 على اوميجا 1، هو مو يسوي اوميجا ار داش على اوميجا يو، هذا هو الاوميجا 2 وهذا هو الاوميجا 1. لذلك راح تشوفون الاوميجا ار يساوي لنا اوميجا 2 على اوميجا 1، هاي الخطوه الاولى. اوميجا 2 اللي هي 30 على اوميجا 1 اللي هي 20 تطلع عندي 1.5. هسه الخطوة الأولى طلاب واضحة لكم قبل لا أكمل؟ الخطوة الأولى حسبتها اللي هو الأوميجا آر. طبعا ما سويت أوميجا آر، كأنه طلاب هاي الخطوة حصلت نورماليز بيتر وورث فلتر، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نطبق القانون اللي هو هذا لوج 10 10 اس ناقص كي 1 بيصير ناقص 2 على 10 اس ناقص كي 2 اللي هو 10 سالب 10 العفو على 2 لوج 10 1 على هذا 1 على اوميجا ار اللي هو نقدر نقول 1.5، يعني عادي نقدر نقول 1.5. المهم هاي ابسطتها، المهم بالاخير صار عندي الرقم 3.37
مو طالب يسوي لي ثلاثة، دائما ناخذ الاوردر الاعلى اللي هي ايش قد يا رقم؟ يكون أربعة. اذا هسه الفلتر النورماليز او خلينا نقول النورماليز لو باس فلتر هو الاوردر مالته أربعة. هذا حتى احسب الاتش اوف الاس اروح للجدول رقم واحد. جدول رقم واحد الاوردر الرابع شنو المقام مالته؟ هذا هذا هو المقام. لذلك هاي هي هذا هو معادلة النورماليز لو باس فلتر للاوردر الرابع. هذا الحد هاي الخطوة واضحة لكم طلاب شلون حصلت المعادلة مالته؟ واضح جيد. هسه طلاب لهنا احنا اول خطوة سوينا الباكورد، خطوة اثنين وثلاثة صممت النورماليز بيتر وورث فلتر، وهنا انتبهوا الطلاب هاي متعمد احكي حتى الطالب يفهم شنو اللي جاي يصير، يعني ما اريد يعني خلينا نقول تدرخه لان هو راح ناخذ تحويلات، فكون طالب يفهم اي موضوع بهاي الفلاتر يكون يفهمها. خطوه واحد سويت باكورد، حولت من الفلتر الاعتيادي الى النورماليز، هاي خطوه واحد. خطوه اثنين وثلاثه صممت النورماليز بيتر وورث فلتر اللي هو هذا. خطوة أربعة نسوي الفورورد. شنو الفورورد؟ أحول معادلة النورماليز اللي هي هاي للفلتر اللي أنا أريده. شلون أحول من النورماليز للفلتر الاعتيادي اللي أريد أحقق به هاي الشروط؟ يقول بدل مكان كل S تخلي S على أوميجا C، مكان كل S نخلي S على أوميجا C. تجي هنا الأوميجا C، الأوميجا C شلون نحسبها؟ نطبق القانون الأول اللي هو المفروض أنا أحكي بالبروسيجر. شنو القانون الأول؟ يقول أوميجا C تساوي لنا أوميجا 1 على 10 أس ناقص K1 على 10 ناقص 1 على 1 أس 2. قلت لكم عندنا معادلتين، المعادلة 13 أو 14. احنا بعد خلينا نقول كستندر ناخذها المعادله رقم 13. اذا الخطوه الرابعه احسب الاوميجا سي حتى هنا اطبق الفورورد ترانسفورميشن. شنو الفورورد ترانسفورميشن؟ اقول مكان كل اس هنا اخلي اس على أوميجا C اللي هي S على 21.3868. اللي راح يصير هاي المعادلة راح تصير عندي هنا تشوفوا شكو S صارت S على 21.3. هاي نفس الحالة، هاي نفس الحالة، أبسطهم تطلع عندي المعادلة بهذا الشكل. هذا هو خلينا نقول معادلة اللوباس فلتر. هذا المفروض، هذا اللوباس فلتر المفروض تكون قيمته عند العشرين سالب اثنين وعند الثلاثين ناقص عشرة. واضحة هاي الطلاب؟ واضحة دكتور. اوكي طبعا هذا الموضوع وهاي التصميم ان شاء الله راح ناخذه بالمختبر كماتلاب، راح نشوف شلون نصمم طبعا. لكن الماتلاب يستخدم دوال جاهزه، صراحه بالدوال الجاهزه يعني حتى لا طالب يخطئ،
بالدوال الجاهزة اللي موجودة بالماتلاب الأوميجا سي محسوبة بطريقة تختلف عن الطريقة اللي احنا مستخدمينها. يعني هذا المصدر الكتاب اللي احنا مستخدمينه إلى هاي المعادلة. الماتلاب مستخدم غير طرق بحيث الأوميجا سي ما تطلع عنا هذا الرقم، فخاف طالب يستخدم الإعازات الجاهزة مال الماتلاب. اكو فرق بين إعازات الماتلاب الجاهزة وهاي الحسابات مالتنا، لأن اكو كل كتاب إلى مصدر بحساب الأوميجا سي أو الأوردر وهكذا. فهاي الملاحظة خلوها يمكن. هذا هو خلينا نقول تصميم اللوباس فلتر. خل نشوف شلون نصمم الباند باس بيتر وورد فلتر. يعني احنا بهاي المحاضرة راح ناخذ مثالين، لو باس فلتر وباند باس فلتر. الهاي والستوب يعني هاي خلينا نقول تبقى على الطالب، بس هي كبروسيجر نفسها. الباند باس هذا الشكل مالته، هو هاي اوميجا 1 هاي اوميجا 2 هاي اوميجا لور هاي اوميجا ابر. هنا يقول المعادله مالته، يقول الاوميجا اذا بين الاوميجا لور والابر اللي هي بين الاوميجا لور والاوميجا ابر، يقول قيمه ال20 لوج بين الصفر والكي 1 أكبر من كي 1 وأصغر من الصفر، أكبر من أوميجا 2 وأصغر من أوميجا 1، يقول قيمته راح تكون أصغر من كي 2 اللي هي هاي. هنا يقول حتى أحول من النورماليز للباند باس، يقول أستخدم هاي المعادلة اللي حكينا عليها موجودة بالجدول. طبعا اكو اشتقاق صراحة ما مطالبين بي وما راح يعني اشرح لكم حتى لا تدوخون بي، بس يعني اذا طالب يريد يطلع او يقرا اكثر هاي يقراها، انه شلون نشتق ونوصل للاي والبي. بس انتم خلينا نقول ما مطالبين بهاي المعادلات من 18 الى 23. هاي انا هنا خليتها فقط للاطلاع. خل نشوف هذا المثال. المثال يقول design an analog bus band pass filter. هنا هو محدد لي band pass filter with following characteristic، مطيني هاي المواصفات، ناقص 3 dB upper and lower cut off frequency 50 و20. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية يقول الـ stop band attenuation of at least 20 dB at 20 at 45 كيلو. هنا انتبهوا طلاب، هذا مو خطأ صاير، هنا اكو كيلو، هنا فقط هيرتز. هنا الميزة الثالثة يقول أريد الاستجابة مالته تكون مونوتونيك. هاي طلاب الخاصية، يعني هسه الطالب يقول أستاذ وين راح تفيدني؟ احنا عندنا نوعين من الفلاتر بتر وورث وتشيبيتشيب، فمن يقول لك أريد هاي الخاصية اللي هي المونوتونيك اللي حكينا عليها سابقا، هاي معناه بتر وورث فلتر. لذلك يقول بما انه يريد من عندي مونوتونيك ريكوايرمنت، اذا يقول لازم شو اصمم؟ البتر وورد فلتر. فهاي خلينا نقول في شيء مهم. هنا حتى اصمم الفلتر اول خطوه لازم احول لل نورمالايز. شلون احول للنورمالايز؟ خلينا نروح للجدول اللي هو الباند باس فلتر. هذا هو الباند باس. حتى احول للاوميجا ار او حتى احسب الاوميجا ار، لازم اخذ مينيمايزيشن ما بين الاي والبي.
شنو الـ A هاي معادلتي، شنو الـ B هاي المعادلة مالتي. لاحظ بالمعادلة طلاب ايش عندي؟ اوميجا 1 اوميجا لوار اوميجا ابار. هنا ايش يحتاج طلاب؟ يحتاج احدد او ارسم هذا الفلتر حتى اعرف من الاوميجا 1 من الاوميجا 2 من اللوار من الابار وهكذا. لذلك هنا راح اسهم ارسم خل نشوف شلون نصمم. هذا هو طبعا بالسؤال قال لي باند باس فلتر، نقول بهذا الشكل. هذا عندي هذا هو كي 1 نقول هذا كي 1 وهذا هو الكي 2 اسقط اللوار والابر. هنا خلينا نشوف السؤال هو ايش قايل لي. هنا يقول ناقص 3 دي بي اللي هو هذا الفوق عند ال 50 وعند ال 20 كيلو، هذا ناقص 3. طبعا طلاب انا يعني اختصر بالكتابه وهنا اكتبها كامله 0.01 او 3. هذا عند ايش قيل مطيني اياه بالسؤال؟ قايل عند ال 50 وعند ال 20 كيلو، يعني اسقط هذا، هذا سقطه هنا عند ال 50 هرتز. بعد وعند ال 20 كيلو، هاي ال 20 كيلو. هاي هنا سقطتهم حتى تصير واضحة. دكتور دائما الكيون يساوي الابر واللوار؟ شلون؟ دائما الكيون ويا الابر واللوار؟ بس خلى تشيك هو احنا ايش قايلين؟ اي اي لور وابر. هذا خلي اكتبه هنا حتى شنو يعني يصير ربط عندنا بالموضوع. طبعا هنا انتبهوا طلاب الوحده مال التردد ايش معطيني اياها طلاب؟ وحده التردد إذن هرتز. إذن هنا ما يصير أقول أوميجا لور، هنا حاليا راح أقول إف لور. أوكي راح أكتب الكتابة حتى تبين لأن الإي هنا هي والواحد سوى. هذا إف لور، هذا إف لور، هذا على مود تعرفون طلاب هذا يمكم أنتم على ورقة مسودة ترسم هذا الرسم حتى تقول الاف لور هو ال 50 لان عمود القانون لا تخطئ به، وهذا يمثل لي الاف ابر. اوكي
واضحة هاي طلابكم؟ يعني دكتور واضحة دكتور واضحة دكتور من استخدم الأوميجا لازم أضربها في البي باي هسه نحولها للأوميجا بس خلينا نحدد الترددات مو الطالب إذا غلط بالتسلسل مال الترددات الحل كله يصير غلط فأنا هنا جاي أكتب الترددات بالمطبوع حتى الطالب يعرف شلون راح يطبق فهسه يعني بالقانون إذا عندكم المحاضرة يمكم أنا هسه ما جاي يعني لين بالرسم بالرسم عندنا اوميجا 1 واوميجا 2 واوميجا ابر واوميجا لور لازم احدد هاي الترددات بشكل صحيح فحاليا انا حددت الاوميجا لور والاوميجا ابر هسه بقى عندي الاوميجا 1 والاوميجا 2 بالسؤال ايش قايل لي 20 دي ها هنا اكتبوا stop band attenuation of at least 20 مو طالب يقول لي موجب 20 هم attenuation ودائما الطلاب هو احنا دائما الجين مالتنا سالب ماكو موجب هو كل الاشاره لو يمررها نفسها لو يقللها فماكو جين موجب المهم هاي راح تصير 20 دي بي هم اجي ارسم هاي 20 هنا خلقت الدي بي هنا حتى واضحه بعد ما دام هنا صار عندي ناقص 20 ديبي يا تردد مطيني اياه عندي ال 20 هرتز وال 45 كيلو اذا هنا المسقط أنا ولا ما جاي أجيب بالضبط خلاص شوي عيني هذا هنا هو قال لي بالسؤال 20 20 هرتز وهذا هو معطيني اياه بالسؤال 50 كيلو العفو 45 كيلو أقارن بالشكل القياسي ال 20 هرتز هي تمثل لي ال F1 عفوا و 45 هي تمثل لي ال F2 هذا لهنا واضح شلون عرفت ال F lower وال F upper وال F1 وال F2 هسه عرفت هاي الترددات هنا كون انتبه للسؤال مطيني اياه بالهرتز فلازم احوله للراديان بير سكند لذلك انا هنا كتبت اف بالمحاضره هسه راح نرجع للمحاضره راح اوقف هسه هذا الشيء هنا الاوميجا 1 قبل شوي قلنا 20 هرتز الاف 1 حتى احوله للاوميجا نضرب بال 2 باي فيصير 2 باي في 20 يصير هذا هو الاوميجا 1 اللي هو بدلاله الراديان بير سكند اوميجا 2 اللي هو كان 45 كيلو ينضرب بال 2 باي يصير هذا الاوميجا ابر هذا الاوميجا لور هذا وهنا انتبهوا طلاب يعني ميزوا بين الاوميجا لور والاوميجا 1 يعني لان مرات الرموز يتشابهن ال L وال 1 اي طلاب هنا بس اعيد يعني نكون نميز ال 1
واللور لا طالب يغلط بهم. هاي هسه عرفت هذين الترددات اوميجا 1 اوميجا 2 اوميجا ابر اوميجا لور. اطبق القانون، يا قانون هذا اللي موجود بالجدول عند الباند باس. طلابه دائما اكرر اول خطوه نروح للباكورد مو للفورورد، الباكورد حتى احسب الاوميجا ار. حتى احسب الاوميجا ار اخذ الاقل قيمه ما بين مطلق الاي ومطلق البي. مطلق الاي هاي معادلتي، تشوفون بعد صارت واضحه عندي 1 لور ابر 1 ابر. هاي كل هالقيم موجوده عندي، اطبقها بالاي وبالبي اللي هم هذولي، اخذ المينيموم مالتهم واحصل على الاوميجا ار. خلينا نشوف. هاي هي قيمة الـ A. هاي الـ A. بعدها الـ B. هنا من الأقل الاثنين ونص لو الاثنين بونت اثنين، أكيد الاثنين بونت اثنين هي الأقل، إذا الأوميجا R هي تساوي 2.25 5.25. هاي طبعا هسه راح ابدي بالخطوات مال التصميم. اول خطوه قلنا نحسب الاوميجا ار، بعدها الخطوه الثانيه. طبعا طلاب من حصلت الاوميجا ار كانه حولت الفلتر الى نورماليز لو باس فلتر. من حصلت الاوميجا ار من حصلت الاوميجا ار حصلت النورماليز لو باس فلتر اللي هو هذا. شنو النورماليز لو باس فلتر؟ هسه نشوف التصميم مالته اللي هو عرفنا انه نحسب الان والاتش اوف الاس. هاي الار حسبناها النورماليز، ولو احنا هنا ما مكتوب نورماليز بس يعني المفروض نكتب هنا نورماليز حتى نميزه. اطبق القانون، يا قانون مال الان اللي حكينا عليه. طلعت الان 2.8 قرب الى اقرب عدد صحيح 3. هذا يا اوردر. نعم هاي مال اوميجا اوميجا ار مينيموم، يعني اقل رقم اخذ. اي ممكن تعيد هاي الخطوه الاولى. مو عندك هاي القيم اوميجا 1 اوميجا 2 اوميجا ابر اوميجا لور. اطبق القانون مال الاي، الاي هذا القانون مالته بالجدول. نعم دكتور. هاي الاي يعتمد على اوميجا 1 واوميجا لور وابر اي هذني، والبي يعتمد على هاي القيم. احسب الاي واحسب البي. الاوميجا ار شو يقول؟ يقول تاخذ اقل قيمه للاي والبي وتاخذ قيمه مطلقه، يعني خاف الاي يطلع سالب يقول اخذ القيمه المطلقه مالته، فياهو اللي اقل من عندهم ياهو اقل واحد بهم هو الاوميجا ار. نعم دكتور واضحه. لذلك هسه نرجع لها بالمثال. من طلعت عندي الاي 2.5 والبي 2.2، من القيمه الاقل الاي لو البي هسه البي، لذلك الاوميجا ار هي تصير 2.25. هاي هي ال خلينا نقول الاوميجا ار. بعدها خلينا نقول هاي الخطوة حولنا للنورماليز لو باس فلتر. الخطوة اللي بعدها نحسب الان مال النورماليز. قلت لكم هنا المفروض يعني بالمحاضرة اكتب نورماليز لو باس فلتر. شلون احسب المعادلة مال الان؟ اطبق القانون تطلع على 2.8. هاي 2.8
دائما ناخذ الرقم الصحيح الاعلى اللي هو يصير 3 هذا هذا الثلاثة ارجع للجدول الاول الجدول الاول اروح هاي هي معادلة المقام شوفوا قبل شوي كنت اقول لكم مرات يجيك سؤال يقول لك سوي لي هاي القيمة شلون المثال الاول اللي اخذناه ومرات لا احنا نحتاجه اثناء الحل فما يحتاج انه انت تشتق شلون هسال المثالين هسه بالاخير اخذناهم هنا ما يحتاج تشتق مباشرة تروح لهاي القيمة اللي هي المقام مال H O في ال S ليش؟ لأن احنا قلنا الأوردر 3 هاي هي الأوردر الثالث عرفت الـ أو حسبت ال H مال النورماليز للاوردر 3 الخطوه الاخيره احول من النورمالايز لل خلينا نقول الباند باس فلتر شلون احول لازم اقسم على الاوميجا سي حتى احسب الاوميجا سي عندي هذا القانون او عفوا مو اوميجا سي هنا مو اوميجا سي وانما قبل احول عفوا اشتبهت هنا ماكو اوميجا سي بالباند باس والباند ستوب مباشرة اس تصير هاي المعادلة مالتها اللي هي اس تربيع زائد اوميجا لوار في ابر على ابر ناقص لوار هاي طلاب هاي كلها شو تصير؟ مكان كل اس مكان كل اس هاي تصير نعوضها تطلع لي معادلة بهذا الشكل واضح هذا المثال لكم طلاب واضح دكتور هو الصعوبة هنا فقط هنا الصعوبة على عموم الخطوات السابقة أو التصميم هسه طلاب لو نرجع له أتوقع صار واضح لكم البروسيجر انه اي فلتر نحسب له الاوميجا ار حتى نحول للنورماليز ما بعد النورماليز يعني هنا سؤال يعني فيما لو جبت لك سؤال هو قبل نورماليز يعني مثلا يعني هاي الخطوات ثلاثة وبعد تختصر فيما لو جبت سؤال قلت لك هذا نورماليز حول لي اياه لو باس فلتر او هاي باس فلتر فايش تبقى المفروض الخطوه الاخيره على العموم لازم نعطيني الان عدد شو اسمه اي مو مثلا اعطيك اتش او في الاس منتهيه كامله انا عندك صحيح اي على العموم فانا ليش اقول لكم افتهموها حتى من يتغير شويه بالسؤال مو تقول لي سؤال والله انت غيرت لا انت افهم انه الخطوه الاولى نحسب الاوميجا ار حتى احصل على النورمالايز خطوه 2 و3 هم تصميم النورمالايز شلون اصمم النورمالايز احسب الان للنورمالايز فلتر ورا ما حسبت الان احسب اتش او في الاس حسبت الاتش او في الاس للفلتر حصلت كانه النورمالايز اجي وراها اطبق الخطوه اللي هي انالوج تو انالوج ترانسفورميشن اللي حكينا عليه هاي هي خلينا نقول خطوات تصميم الفلتر خلينا نقول خطوات عامه لان خلينا نقول هاي البروسيجر مال بيتر وورث فلتر لاي فلتر لو باس فلتر هاي باس فلتر باند باس باند ستوب احنا اخذنا مثال على اللو باس فلتر والباند باس فلتر البقية تقدرون تطبقون عليه دكتور والقوانين هاي بالامتحان يعني انت تعطينا القوانين ما تيبل شلون قبل شوية لو حفظ هذني والله هو ذا الكتروني فهي اكيد عندكم موجودة اي دكتور هذني
يعني هو الكتروني الامتحان فاكيد هي موجوده عندكم مرتضى. نعم دكتور. اي وتبقى اذا حضوري وامتحان يعني اشوف انه اعطيكم اياها تحفظ، اتوقع اعطيكم اياها يعني 90% تحفظ. اوكي اوكي دكتور. اللي هنا دكتور بالمثال الرابع الاوميجا سي يعني اعتبرها واحد وما حسبها ما دخلها بالقانون؟ لا مو حسبها واحد محمد، حس لو تجي للجدول هذا الجدول اللي عندنا او مو هذا الجدول عفوا لا اشتبهت انا التحويل. شوف الاول اثنين يقسم على الاوميجا ابر اوكي، ولو هذا فورورد مو باكورد يعني اشتبهت مو ما يعتبرها واحد محمد. الاوميجا سي بالباند باس وبالباند ستوب مو يعتبرها واحد، بس يقول من تحتاج تحسبها ليش؟ لان القانون يصير بهذا الشكل لور وابر، فهنا بالباند باس او بالباند ستوب الاوميجا سي ما نحتاجها ليش؟ لان عندنا بالقانون نحتاج اللور والابر، بس الاوميجا سي وين نحتاجها؟ باللو باس والهاي باس، اما الباند باس والباند ستوب ما نحتاج الاوميجا سي. اوكي تمام دكتور. البقيه ما عندكم سؤال طلاب؟ لا لا ماكو سؤال دكتور. لا لا دكتور. نبلش بالتشيبي تشيب فلتر لو تعبتوا، لو بيها مجال شوي نشرح. والله دكتور صارت معلومات هواي. هي ولو المفروض اكملها حتى نفس السياق، بس المحاضره الجايه راح تصير التشيبيشيف وندخل بالديجيتال فلتر. اوكي يلا لهنا وخلينا المحاضره ان شاء الله، على المحاضره الجايه نبدا بالتشيبيشيف وندخل بالموضوع اللي بعده اللي هو الديجيتال فلتر ان شاء الله دكتور. اوكي هسه